نسيب كرة السلة ونروح لكرة اليد، والاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين وافق على تولي مدرب المنتخب روبرتو غارسيا مسؤولية تدريب فريق اسمه ميسلوجوين في الدوري الألماني. والاتحاد أعلن أن المدير الفني هيستمر مع المنتخب لحين المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدها يتم تقييم التجربة وحسم قرار النهائي سواء باستمرار المدير الفني أو انتهاء التعاقد. الاتحاد كمان قرر تعيين مساعد أجنبي بيتولى مهمة تدريب المنتخب خلال فترة غياب روبرتو غارسيا. الفترة اللي فاتت دي كانت شهدت أزمة في اتحاد اليد بعد رغبة المدير الفني للمنتخب في تولي مسؤولية تدريب أحد الفرق في الدوري الألماني. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية، إن شاء الله يكون لقب البطولة الإفريقية من نصيبنا ومن حظنا، نستحق طبعا. إحنا على مدار السنوات الأخيرة بنؤكد أن إحنا موجودين للهيمنة على كرة اليد. البطولة الإفريقية القادمة هتكون إن شاء الله في دولة المغرب الشقيقة. بنتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا الأول لكرة اليد، واللي الصراحة طول الفترات اللي فاتت كمان أصبح بيعلي سقف طموحاتنا. ولكن من حيث الخبر ومتابعتنا طبعا لتفاصيل خاصة مع مستر روبرتو غارسيا ولطول الوقت قد إيه اللعيبة بيكون عندهم إشادة كبيرة بالمدرب والاهتمام بالتفاصيل الخاصة بتدريباتهم، هل غيابه ممكن يكون مؤثر ولا لا؟ تفاصيل أكتر بقى عن هذا الخبر الكابتن أيمن صلاح عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة اليد. مساء الخير على حضرتك يا كابتن. اهلا بحضرتك، منورنا. الله يخليك. يعني كلمنا كده عن كواليس اللي حصلت ما بينكم وما بين مستر روبرتو غارسيا من حيث الاتفاق على ان هو يكون عنده فتره تولي قياده فنيه في الدوري الالماني مع احد الفرق. هو في البدايه طبعا احنا عارفين ان باروندو متعاقد مع الاتحاد لغايه 30/6/2022. تمام. يعني عشان بس كان في شويه اخبار متداوله ان عقده كان يخلص بعد بطوله افريقيا، هو لسه عقده فيه 9 اشهر، فهو كان متعاقد لغايه 30/6/2022. وبعد الحمد لله ما ربنا كرمنا ورجعنا من الاولمبيات والاداء كان طيب ومشرف بالرغم من ان احنا لم يحالفنا التوفيق ان احنا نحرز ميداليه، لكن خلاص كان البرنامج الاعداد الخاص ببطوله افريقيا كان حط بعد عده اجتماعات مع باروندو للتحضير لبطوله افريقيا اللي هتقام في المغرب. جه العرض بتاع النادي الالماني واجتمعنا بيه يوم السبت اللي فات في الاتحاد مع الساده بعض اعضاء مجلس اداره الاتحاد 6 اكتوبر وشرح لنا وجهه نظره اللي هي كان يعني ممكن ان احنا ممكن نبقى متفاهمينها شويه، اللي هي ان هو دلوقتي معظم الفرقه او القوام الاساسي والرئيسي له بقى محترف، هو ده اللي بيعتمد عليه اعتماد رئيسي وكلي. هو شايف ان في 4 أو 5 عناصر من العناصر بتاعت الفرقه هتحترف تاني الموسم اللي جاي. هو عايز يبتدي يخش في مود انه يمرن كل يوم، ما يبقاش تجمعات حد واتنين. اوكي. الاعداد هيمشي بيه، فكان بيقترح علينا ان يبقى شغال بار تايم، ان هو يبقى موجود في الفترات اللي هي بتاعه الانترناشونال ويك، التوقفات الدوليه الرسميه، الاسبوع الدولي. ولما الدوري في المانيا، هو النادي في المانيا مش نادي كبير، هو نادي في قريه، وكان قاعد لما بيتكلم معانا بيقول لك يعني زي قريه صغيره كده تعدادها كله 20,000، لكن عندها زي خطه او برنامج طموح لمده 2 أو 3. ما كانش معمول حساب القصه دي، لقيت ان الفرقه بعد ما اتصرف عليها حصل لها دروب وخسرت اول ماتشين، فاستبعدوا المدرب وحاولوا يتعاقدوا مع بلد. تمام. فكان الشرح بتاعه ان هو اوريدي عنده مساعد مدرب. هل دي اول مره كان يعني يفتح مستر باروندو موضوع زي ده؟ لان اعتقد هو بيمرن واحد من
من يعني من اكتر المنتخبات اللي باينه وظاهره بقاله فتره، فبالتالي ممكن يكون جاله عروض قبل كده ومن انديه اكبر، لان هو موجود في مكانه ظاهر جدا وبصمته واضحه، حتى اللعيبه بيشيروا اليها طول الوقت. مش معنى النادي ده اللي هو في قريه يعني برضو كواليس او اختيار غريب. هو بيقول ان هم لهم برنامج او خطه طموحه ان هم هو عاجبه التحدي يعني. أوكي. التحدي انه يبقى في خلال سنتين ثلاثه ممكن يحقق لقب دوري الماني، من الممكن ان هو كمان ياخد يستعين باثنين او ثلاثه من اللاعبين المصريين الواعدين ياخدهم معاه السنه الجايه. خطه الاعداد كانت محطوطه ومترتبه من غير اي كلام خالص بالنسبه للطلب المفاجئ. لكن الطلب المفاجئ هو فعلا طلب مفاجئ، لان هو التوقيت بتاعه كان بعد خساره الفريق ده مباراه سكور كبير من امام فوكس برلين، فرق اكثر من 10 اهداف، فعلى الفور استبعدوا المدرب بتاع الفريق وحاولوا يتعاقدوا مع بارون. هل كان يحق لحضراتكم رفض طلبه، ولا هو العقد بتاعه ممكن يكون بينص عن ان هو في شويه فلكسبيليتي ان هو يقدر يعمل الموضوع ده بارت تايم، ولا هو الموضوع مشي بشكل ودي اكتر؟ لا لا لا، يعني هو في شويه تفاصيل كده في العقد، والعقد ده طبعا مش احنا الاتحاد الازرق. باروندو كان موجود بقاله اكتر من سنتين. تمام. وللعلم برضو والناس اكيد فاكره ان قبل كده كان المدرب السابق للمنتخب ديفيد كان برضو جاله العرض بتاع فيسبريم واشتغل بارت تايم، بس كان البارت تايم بتاعه كان ساعتها قبل كاس عالم، لكن دلوقتي قبل بطوله افريقيا. فاستكمالا للموضوع هو اقترح ان المدرب المساعد بتاعه يعمل البرنامج الاعداد والخطه اللي احنا ماشيين بيها، في التوقف الدولي هيجي زيه زي اللاعبين المحترفين، السفريات والمباريات هيقدر ان هو اول ما الدوري الالماني يتوقف زيه زي المحترفين هيبقى متواجد في مصر في تقريبا هيبقى 25 او 26 ديسمبر. أيوة. بطوله افريقيا هتبقى 14 يناير. ففي وقت، لان السيستم والطريقه زي ما حضرتك بتقولي كده اللعيبه خلاص بقت حافظه الطريقه بتاعته وحافظه السيستم بتاعه، فاحنا من المرونه لقينا ان الموضوع بالنسبه لبطوله افريقيا بالسيستم بتاع الراجل مع اللاعبين هيبقى سهل ان تتلافي الاخطاء، او انك انت ما يبقاش في تمرين لمده طويله لمده شهر مثلا ولا حاجه مع المدرب. بستأذن حضرتك، يعني طبعا دي حاجه فنيه بحت، ولكن طول السنين اللي فاتت واحنا مراقبين ومتابعين منتخباتنا الاولى لكره اليد، ودايما نقول اللعيبه دي كيمستري ما بينهم عظيمه، اللعيبه دي الروح ما بينهم عاليه جدا. كان دايما يشير الناس واللعيبه القدامى ان ازاي في تجمعات اسبوعيه، على عكس مثلا الكوره اللي بنلاقي اللعيبه ساعات كتير في ماتشات مش حافظه بعض، مش حافظين تحركات بعض، ما فيش كيمستري ما بينهم الا في اليد بالظبط. فدي حاجه يعني مش اوبشن. هو البرنامج بيمشي بالبلان بتاعه اللي هو مكتوب ما بين لجنه المنتخبات وما بين المدرب. يعني التجمعات الاسبوعيه هتفضل موجوده، مفيش حاجه تتغير في خطه الاعداد ان شاء الله. يعني كل تجمع بتاع حد واثنين هيبقى موجود ومكملين البرنامج بتاعه. هنتجمع اسبوع قبل الاسبوع الدولي باللاعبين اللي موجودين في الدوري المحلي زي ما هو كان حاطط. اللاعبين المحترفين هيجوا ينضموا من 1 ل 7 نوفمبر، هيجوا هيبقى في تمرينات، وفي فرقه منتخب مقدونيا احنا عاملين له دعوه يلعب مباراتين في الانترناشونال ويك بتاع التوقف الدولي. يعني خطه الاعداد ماشيه مش هنغير فيها حاجه، لا اسبوعيا ولا معسكرات قصيره ولا معسكرات طويله ان شاء الله. ان شاء الله. انا بتمنى لكم طبعا التوفيق، ومستر باروندو طبعا غالي على المصريين جدا، بنتمنى له التوفيق في التحدي الجديد اللي قرر يكون بيقوده. ان شاء الله ما يكونش ليه اي تاثير من بعيد او من قريب على منتخبنا الاول لكره اليد. يا كابتن ايمن بشكرك شكرا جزيلا. الكابتن ايمن صلاح عضو اللجنه المؤقته اللي بتدير شؤون الاتحاد المصري لكره اليد، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.